فيش حاجه شغاله ولا دي سويقه وتجاره شغاله. هي اول حاجه انه سد التير عاديه، انما السلبيات بقى ان ما فيش نظافه خالص في العمرانيه زي ما انت شايف حضرتك، الدنيا اخر بهدله وما فيش نظافه. الحي مش شايف شغل ولا اتوبيس بينزل، عايزين اتوبيس يتحرك كده شمال ويمين للناس تمشي، مش عارفين نمشي. الغسيل بقى تجاري، الشارع بقى تجاري. مين اللي اداهم الاذن بكده؟ رئيس الحي اللي بتقولهم؟ رئيس الحي اللي قال لهم روحوا تشتغلوا تجاري الشارع؟ هو رئيس الحي محمد موسى انا اسمع بيه من ايام الحمله الانتخابيه بتاعته انه راجل محترم وراجل ملتزم وراجل كويس ما فيش شك يعني. للاسف الشديد رئيس حي العمرانيه وحي العمرانيه في منتهى السلبيه. وبنطلب مثلا حتى مجرد ان الشارع شارع المستشفى بيضج كله، كل اصحاب المحلات سدينه سدينه خالص، منعين اي حركه فيه، كل صاحب محل فارش في الشارع وبيعوق كل الحركه. وللاسف بنروح حتى المحافظه، نروح الحي ما حدش يستجيب، ما فيش اي استجابه، نروح المحافظه ما فيش اي استجابه. شارع المستشفى ذات نفسه لو انت مشيت فيه، لو هو بيمشي فيه كل يوم رايح جاي والله ما هيعرف يمشي فيه، من بياعين، من شارع مقصر، من زي ما انت عايز، من زباله على كميه الزباله اللي في الشارع. الناس تعبت، الناس خلاص استوت ومش شايفه اي حاجه، يعني اي ايجابيه من رئيس الحي، كل اللي موجود سلبيات منه، ما بيعملش حاجه. لو قلت لي اسمه ايه برضك ما اعرفش اسم رئيس الحي، لان ما بشوفهوش، ما اعرفش عنه حاجه. وعمره ما نزل، يوم ما بتنزل حمله نص ساعه يمشي كل حاجه ترجع تاني. احنا عايزين شارع الزهراء يتسلف يبقى كويس عشان كله مطبات، بنبقى راكبين العربيه او راكبين توك توك، العربيه عماله تشيل وتهبط فينا عشان الشارع مش مظبوط، كله مطبات. ويا ريت يرخصوا لنا الحاجه، ادي بس اللي طلبنا بس. انا راجل دلوقتي معوق، رحت جمعيه الاورمان قالوا لي هات تسريح بكشك واحنا نعمله لك. رحت المحافظه قالوا لي لا ده الرئيس البيبلاوي وقفه. بعتنا على الحي، الحي بعتنا على المجمع بتاع الجيزه، رحت مجمع الجيزه قالوا لي لا قلت لهم طب هاتوا لي تسريح باترينا بلاش كشك، قالوا لي ولا في ده ولا في ده. طالب ان هو يديني بس تسريح كشك اقف بيه اكل بيه عيالي، بيدوني معاش 450 جنيه مش بيكفيني، لكن اللي انا عامل انت هنا في الشؤون عملت تسريح عشان راجل معوق 450 جنيه ما بيعملوش حاجه، وساكن بره بايجار ب 600 جنيه ومعايا ثلاث عيال وامهم. انا بناشد واقول لرئيس الحي يعني بعد احترامي ليه، الشوارع هنا مش نظيفه، لا بني ادمين نظيفه ولا شوارع نظيفه ولا حتى اللي قاعدين في السوق نضاف. ليه بقى السوق ده المفروض له مكان معين لوحده، يبقى في سوق التاكسي يعرف يمشي، الاوتوبيس يعرف يمشي، المواصلات بناخدها بالعافيه ماشي، التكاتك بقت بص مكوشه على المكان كله، محدش عارف يمشي في الشارع.